عسكرية. ديني بابا أحد معاقل مسلح طالبان. تفضل هاي القهوة. سامعاني بشي اسمه ليفتنج بالليزر؟ ليفتنج بالليزر؟ ايه سمعاني بالليفتنج وسمعاني بالليزر بس اثنين مع بعض وما لي سمعاني. تعال نسأل أمل. ها بابا أنا قررت أنه أنت صار لازم تتعرف على سامر. أيوه هذا اللي بيعتبر أنه الشعر مات. بابا بس سامر ما بيعتبر أنه الشعر مات. ألو مرحبا أمل. إيه سمعاني عنه. من وين؟ قريت عنه بالإنترنت. ايه وشو؟ انه شغلة جديدة هيك مضاعفاتها اقل من اي عملية تجميل او سيليكون. ايه بس بتصير بدك تعمليها كل ست شهور او كل سنة. ها والله ما عاد اتذكر. ليش عم تسألي؟ بشر عم بيسأل مشان المستشفى. ايه فورا لكان وانا اول وحدة بعملها. ايه وانا كمان بعمل لك. لا دخيلك خليهم يجربوا فيني بالاول بلا ما يصير لك شيء. ايه ما منعود بنخلص من نقك. شو عم تعملوا انتو؟ نريني شو لعنا. قالوا متعوا لعنا. سامي مو هون. وينه؟ بالعيادة بده ينام هنيك. حكيتي؟ خلص خلص حنان بلا ما أحرجك هلأ بشر جنبك بعدين بحاكيكي. طيب يلا باي. وينه؟ شو حكي؟ ما في شي شغلة هيك. ماما هلأ أنت مو حاسة يعني إنه خالي أمل هيك تأثيرها كبير على بابا؟ أنا مو حاسة أنا بعرف. ايه وما بتغاري عليه؟ كتير بغار. هلا انت قولي لي شو كنت عم تحكي؟ بدك تعرفني على هذا نزار. بابا سامر اسمه. سامر وبيحب الشعر. ما بحب الشعر هو اصله شاعر. شاعر؟ انا بدي اتعرف عليه. طب بابا انت والله بيعجبك كتير. طيب بابا خلص كرمالك بتعرف عليه بعد 10 سنين بيكون نضج وطاب من حمى الشعر تبعه. ايه بس هو هلا عمره 30. عمره 30 ولهلا بيتعاطى الشعر؟ بابا أنا متأكدة إنه رح يعجبك. شو إن شاء الله. طيب بابا هذا غير الشعر شو بيعرف يسوي؟ يعني عم يدور على شغل. من 30 عم يدور على شغل شو هالزلميات. بابا الله يخليك أنت بس. بابا خلص لا بدي تعرف عليه ولا تعرف علي خلص. طيب وإذا قلت لك إنه أنا وياه منحب بعض؟ قديش عمرك بابا؟ عمري 19 سنة وصرت سنة تانية بالجامعة. ايه اجي الحكي بالموضوع هلا. ايه ليش؟ هيك شو يعني هيك؟ هيك وبس. طيب بدي افهم. لو ما تفهمي ماما. ماما انت قديش صرت بتعرفي؟ مو من زمان. وهيك دغري حبيتي وحبيك؟ هلا ما بتعرفي انه هيك بتصير القصص؟ اسرع من البرق. هلا انت كمان حبيتي بابا هيك؟ عشان هيك أنا عم بقول لك لا تستعجلي. طب يعني هو شو بيخسر إذا بس شافه؟ بس يا حبيبتي أبوكي مو محضر حاله على هيك شيء. كيف يعني مو محضر حاله على هيك شيء؟ يعني ما بيتخيل إنه أنا صار عمري 19 سنة يمكن يجي يوم أنا أحب فيه؟ شو ساوي؟ شو فتح عينيك؟ طب أنا شو ساوي؟ أنا برأيي طولي بالك. بعد كم يوم رجع يحكي معه مرة تانية. طيب بركي ضل معند؟ لا لا ما بتصور. طب ماما خليني أعرفك عليه أنت إن شاء الله. ليكي إذا أبوكي قال لا أنا ما بعمل شي من وراه. أيوة يعني ما بدك تساعديني؟ أنا مالي حاسة إن الموضوع جدي. بعدينك بنتي بكير عليكي لا تستعجلي. برأيك بكير مثل كل الأهل ما فرقتوا عن حدا بشي. شو سامي شو صاير؟ أنا وأمل بحط لي خبر.
فيحاء فيحاء بدك شي؟ ليش نايمه هيك؟ خليني اجيبوا لك ضغط منيح. يا لطيف يا صلاح، حلمت حلم مو منيح بنوم. شو هالحلم؟ حلمت قال انه لميس حامل. ان شاء الله. وان شاء الله، بس بيقولوا انه الحمل بالمنام مو منيح. لانك نايمه مو منيح بده يطلع الحلم مو منيح. لا، لانه لميس عتبانة علينا، ما عملنا لها رسمة الاختة بعد 20 سنة وعتبانة علينا. شغلة ما بتنتسى. بكرة بس اطلع من المستشفى نعمل لها عرس وحفلة. ما عاد في شيء بيفيد. ليش ما؟ صحيح نسيت قلك قربت طلعتك. والله الحمد لله. الحمد لله. صحي ذكرتي، بدي اعطيك شغله. سيك هاد خليه معك. ليش هاد؟ مشان اذا بدك تتصل فيي تتصل. وانت كمان رح تتصلي فيني؟ وانا كمان رح اتصل فيك. في سيجارة. صباح الخير. بدك لا؟ من الغرفة رقم 6 عم يسأل خرجه اليوم ولا لا؟ ليش دكتور عبد المجيد وينه؟ اليوم ما عنده عمليات. أو إذا ما عنده عمليات يعني ما بيجي على المستشفى ما عنده مرضى؟ هلا بتصل فيه. عود صعبة. ألو؟ مرحبا دكتور. بالنسبة للمريض بالغرفة رقم 6 شو بدنا نخرجه اليوم؟ طيب ماشي شكرا. أول شي صباح الخير. وثاني شي بدي اعطي مضادات الجراحة. مين بعتك؟ مين بعتني؟ المعلمة. عفاف خانوم؟ كيف تخلص الضمادات وما بتخبري؟ كيف تغلطي هيك غلطة؟ بتعرفي انه هيك نسوة على ايامنا كانت تقوم الايام مشانها؟ يلا رح ابعتلك يا هون. امشي معي معتز رح اعطيك الضمادات بعدين بترجع بتاخده للاخ صابر معك لانه رح يشتغل عنا بالمستشفى حارس. على راسي على راسي. تفضل. مدام اعتدال وينك؟ اه والله وصلت مشوار هلا هلا بترجع معي. وانت مين حضرتك؟ انا هي قالت لي استناني هون. انت مريض؟ لا الحمد لله ما فيني شيء. ما في بتقرب هالشيء؟ لا لا ما بقرب. لا ما بقرب هلا. صابر شرف معي دلك. شرف يا اهلا وسهلا. لك منبسط عنا هون خير الله.
نرجع لايام العزوبيه شوي. المهم انت اخي، انت شو اخبارك؟ اولادك كيفهم؟ انا منيح ماشي حالي. هاني هلا بفرنسا برا. بس سهير شبه سهير مريضه؟ لا لا لا، معناتها عشقاني ما في غير هيك. ايه شاعر. شو؟ شاعر؟ شو بيشتغل هاد؟ والله ما بعرف. بدها تتجوزه ان شاء الله؟ هلا بداني اتعرف عليه. ايه منيح تعرف عليه. حنان بتعرف؟ بتعرف. لك اخي اساتها صغيره، خليها تحب مين ما بدها. بتحب اي ما بدها، شو انا ماسكها يعني. بس خليها توقف على رجليها بالاول، تمسك الدنيا مزبوط يعني. بعدين حتى لو مسكت الدنيا مزبوط مو هون القصة. سامي أنا هلا ما بقدر وافق. شو يعني ما بقدر وافق؟ ما فيني سامي، ما بقدر. لك هاني ترك الطب وسافر فرنسا بآخر الدنيا، وسهير عشان تلي واحد عطال بطال لشغله لعملي، ولا لازم أعمل شيء. والله ما لي فهمان شو بدي أعمل. لي فهمان المستشفى بده مين يديره، ولازم يكون طبيب، وأني وين؟ خلص تعرف شو عم فكر؟ عم فكر بقى إذا سهير تجوز الطبيب يمشي الحال. ما في غير هيك، ما في غير هيك. بيع الحالة بس بتروح المستشفى لأولاد بنتي. بشر انت شو عم تحكي؟ والله ما فهمت عليك. يعني انت بعد ما تموت شو دخلك شو ما صار يصير؟ لك شلون شو دخلني؟ لك سامي انت وين بتروح بافكارك؟ في تقاليد بالدنيا، في تقاليد ما بصير تخرب هي، ما بصير حدا يقرب عليها. في تقاليد بالشغل، في تقاليد بالحياه، في تقاليد بالعيله. كيف بدي افسر لك؟ انا حاسس انه كل هذا اللي عملته راح يبطل يكون له قيمة إذا ما راح لأولادي. هي كمان صعب تفهمها. يا رجل أنت غريب عن جد، أنت حدا غريب. سامي لا تضحك، هذا الموضوع جدي ما بيضحك. يا أخي منيح، أنا معك ما أضحك، بس ما منيح تجيب بنتك تفكر مثلك، ما منيح. قد إيه عمرها؟ يا دوب 19 سنة. راح يضل عمرها 19 يعني؟ بدها تكبر وبدها تفهم. شو بدها تفهم؟ لازم تفهم إنه الحب لحاله ما بيكفي. بالعكس بشر، صدقني بالعكس، أنا بشوف الحب كتير بكفي. شو رأيك؟ يا شو عم تحكي أنت يا زلمة؟ أنا بشوف العلماء والفنانين وكل مين عمل شي مهم بهالحياة كان عنده شي تاني، دافع تاني، مو حب. بشر أنت شو عم تحكي؟ لك سهير شو دخلها بالعلماء والفنانين اللي عم تحكي عنه؟ يا أخي البنت ببساطة بدها تصير أم، بدها تتجوز، تجيب أولاد، هي القصة. بعدين تعال أقول لك، كل هدول عم تحكي عنه حضرتك أكيد عايشين بوحدة، وحدة فظيعة كمان. لك كلنا وحيدين. لك هي انت مو وحيد؟ انا؟ يمكن هلا هيك صار. انت شو بدك مني؟ بس انت بتقبل على بنتك يصير فيها مثلي؟ يا اخي ما بصير، ما بصير تجبرها تتجوزها على كيفك. شو هالحكي؟ انا ما راح افرض عليها شيء. لكن شو؟ ما بعرف. بس سامي انا لازم لاقي طريقه خليها تفكر انه هي اللي اختارت. لك العمى يا خلق يا هو، هذا كفر. انت هيك عم تلعب بالنار يا رجل. سامي بدي اياك تعرف لي كل شيء عن هذا الشاعر. عشان شو؟ عشان اعرف كيف بدي اتصرف. اوكي بس انا كيف بدي ادور عليه؟ اخي الله يخليك بشر، عارفين من هالقصه ما حبيتها. اخي ما حبيتها يا اخي. بدون ما تحبها سامي. انا عم اطلب منك خدمه، فيك تقول لي ايه وفيك تقول لي لا. خلص انسى انا اسف. شو اسمه؟ البابا ما قبل يتعرف عليك. ليش بقى؟ ماني قد المقام يعني؟ لا مو هيك القصة، أنا الحق علي. قلت له إنك شاعر. بدك إياه يقبل. طب شو أعمل؟ ما بعرف أجوب. يلا أولا وأخيرا أنا رح لاقي شغل. بتعرفي ليش؟ لأنه الشاعر بأول طريقه أكيد ما رح يعيش من شغله. حلو، شو بدك تشتغل؟ يعني أي شيء. يعني مثل شو؟ الصحافة مثلا.
طب ليك ليك هلا انت مو دارس ادب عربي؟ دارس كثير منيح، ليش ما بتشتغل بالتعليم وبتعطي دروس خصوصي؟ وانا وقت اتخرج بشتغل وهيك فينا نعيش سوا. ولا ما بكفينا؟ انا ما بحب التعليم، اوكي؟ بعدين اذا بدي اعيش مثل ما عم تعيشي حضرتك اكيد ما حيكفينا. ايه بس انا بكفيني. انت متاكده؟ متاكده. ايه بس انا مالي متاكد. ايه طبعا، لانك ما بتحبني. طولي بالك طولي بالك، شبي شبي انا بخاف عليكم. ايه بس انا بدي اكون معك. طيب شو بتقترحي؟ خليني احاول اقنعه مره ثانيه، بلكي بيقبل. وانا برايي لا تحاول. بس هو بحبني. ايه الاهل عندهم كثير وسائل يعبروا فيها عن حبهم لاولادهم. شو يعني؟ يعني مثلا لا اله الا الله، كيف بدي اشرح لك اياها؟ هي ابوكي بيحبك، اوكي؟ مشان هيك رح يعارضني. ايه ايه بس انت ما بتعرفه لبابا. ايه ما بعرفه لابوكي، وهو ما بده يتعرف علي، شو اعمل؟ رجعنا لنفس الموضوع نحن. ها خلص عمر، انا اسفه، بليز ما تزعل. ماني زعلان. تعالي تعالي. ابوها صاحب مشفى البشر، يعني فيه قسم للتجميل، بيقولوا من احسن المستشفيات بسوريا. وبتعرف هلا شو عم بيبني؟ ما بيهمني. ما بيهمك؟ مو صحيح. عن جد ما بيهمني، عن جد. يا زلمه انت شو فكرني انا طمعان بمصريات مثلا؟ لا انت ميت فيها. انا ما قلت لك اني ميت او مو ميت فيها. بس معه المصاري. ايه معه المصاري وانا ما بدي اتجوزها. ليش هو؟ هيك، لانه انا قلت لك انه ما بحبهم لهدول النافوريش. بس مو كلهم مثل بعضهم. يعني بتعرف شو بده يعمل؟ بده يفتح مشفى مجاني. انت سمعان بحدا يعني غير قطاع الدولة فتح مشفى مجاني؟ شو يعني؟ يعني ابوها مو حيالله حدا، والبنت معاها حق. شبك؟ كل ما بفكر انها غنية كتير ما بعود بعرف حالي، يا ترى انا بحبها ولا بحب مصرياتها؟ لا مو هيك اطلاقا اطلاقا. لا مو هيك اطلاقا. يا سيدي انت رح يوقف قلبك لحتى يصير معك مصاري وتركب سيارة فخمة. هي حرق حريجك شو لعيب. طيب انت ليش ما بتاخدها يعني رغما عن ابوها؟ قلت لك يا اخي انا ما بدي اتجوزها. ما بدك تتجوزها؟ لكن ليش بتعرفك على ابوها؟ شو بعرفني؟ هي هيك كل يوم بيطلع براسها شيء. طيب الا ما معناتها الا شو بدي الا؟ الا انك ما بتحبها. بيني وبينك انا عجبتني القصه شوي. عجبتك القصه؟ هي الحقيقه من القصص الجميله اللي بسمعها بحياتي. خيو هلا مثلا سهير لو ما كان معه مصاري كانت عجبتني شيء؟ طبعا لا. شو عرفك؟ بدليل انت ما كتبت فيها ولا قصيده. ايه شو يعني؟ يعني ما بعرف شو بعرف. انت كل البنات اللي بتحبهم تكتب فيهم قصايد. طيب هلا انت برايك انا ليش ما كتبت قصيده بسهير مثلا؟ يمكن انت ما بتحب الاغنيه، او لا 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 يمكن انت بتحبها لانها غنيه، او لا لك يمكن انت حابب وحده غنيه تحبك. ايه خلص سكوت سكوت سكوت. بس بعدي ما خلصت. ايه معلش لا تخلص سكوت خلص. او لانك خايف تطلع واحد واطي. فكر انه بدي تطلق مشانك. مين قال لك اني عم فكر هيك؟ ما في داعي حدا يقول لي.
صرت أعرف لحالي. حلي أعرفك لما بتكون هيك. ما ترسي عم تعرفيني منوب. أنت هيك بتفكر. تفضل يلا بنشوف الدكتور. تفضل ارتاحي. شكرا. ألو صباح الخير دكتور. في عندنا مريضة عم تنتظرك. أي تحاليلك كلهم جاهزين؟ ترسبات بالكلية اليمين. ايه مين كان دكتورك؟ دكتور سمير مراد. دكتور سمير. اوكي عملية واحدة. اوكي مع السلامة. جاهزة بكرة تعملي عملية؟
جاهزة. أنا تذكرتك. أنا متأكد إني شايفك بس ما عم بذكر وين. وأنا ما رح لك. إمتى أجي؟ فيك من اليوم تجي إذا بدك. طيب معناتها أنا رايحة أجيب أغراضي وأرجع. ما رح تقليلي؟ لا. ليه؟ لأنه لقاء عابر وسريع. إذا تذكروا الواحد بصير مهم، وإذا ما تذكروا فمعناتها ما له أي معنى. لقاء عابر وسريع، إذا تذكروا بصير مهم، وإذا ما تذكروا. أنا مصر إني أتذكر. طيب وأنا ما رح أحسبك أكثر من هيك. كنت وقتها عامل أول عملية. صح، وقت تذكرت وقتها. وقتها تحكتي لي وقلتي لي موفق، صح؟ وأنا بعدها شفتك مرة، بس بعدين ما عاد شفتك. كنت كل يوم مر من هنيك، أنت ما جيتي وما لقيتك. أنا فؤاد. وأنا أمان. فرصة سعيدة كتير. أنا بدي شي ساعة برجع. تتصلي فيني أول ما بتوصلي. ها؟ تفضلي، هاي كارتي. شكرا. خايفة شي؟ لا يعني شوي. ليكي ما تخافي، أنا رح أعطيكي حبة مهدئ رح تنامي اليوم وأنتي مرتاحة تأكدي. طيب شكرا. عفوا. ليش لازم؟ لا ما لازم أبداً، نحن عنا ممرضات مناوبات وعنا طبيب دائماً مناوب. يعني عم قول لحالي إذا في ضرورة بحكي مع رفيقتي. لا 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 أبداً ما في ضرورة. على كل حال أنا بكرة رح أكون هون. طيب ماشي. عم أهلك على الدرج. معك سيارة؟ لا ما معي، بس مو مشكلة باخد تاكسي من الشارع. والله إذا بتحبي بوصلك. هلا قالوا لي انه المشفى كثير منيح، بس انا ما توقعت بصراحه انه لهالدرجه. لسه ما شفت شيء. عن جد بوصلك اذا حابه. لا ما في داعي، شكرا، غير مره. باي. باي باي. رح اوقف لك تاكسي. لا ما في داعي، الشارع مليان تكاسي. لا ما بيصير، انا بذاتي بدي اوقف لك تاكسي. تاكسي تاكسي. الشاي، وإذا بدك قهوة بمكتبي في غلاية. لا على مكتبك ما رح أطلع بنوب ولا رح دردير. ما في حدا، لا تخاف. لك مو مشانة، أنا ماني قايل لحدا إنه أنت بتخصيني مشان ما تزلقي. ليه؟
هيك أحسن، هيك أحسن. ليش أحسن؟ هيك أحسن مشان ما تنحرجي. قول منشان إذا عملت لك شي مشكلة ما يقلعوها من شغلها. بس يا ولد سكوت. أولاً أبوك ما رح يعمل شي، وثانياً الدكتور بشر ما بيتخلى عني لو شو ما كان، وثالثاً ما بصير تتسمع على حديثنا عيب. يا ستي بكرة الأيام رح تثبت لك إنه معي حق. تيسر أنت، روح على شغلك، وإذا بدك مني شي حاكيني. بخاطرك. مو ما تحكي؟ ما الو لميس، انا مالي جاي على البيت، بدي ناوب اليوم، ما في حدا بالمشفى. يلا باي باي. الو بشر بالبيت؟ شو بدك منه؟ ولا شيء، فؤاد كان مناوب اول امبارح، وهو بالعاده ما بيناوب غير مره واحده بالاسبوع، بقى ليش اليوم كمان؟ ما رجع البيت؟ لا هلا اتصل وخبرني انه مو جاي، لو ما تنازلوا يخبروه قبل بوقت. طيب ليكي خليكي معي رح اساله. بشر لميسة عم تسأل ليش فؤاد اليوم مناوب؟ أول امبارح كان مناوب، هو بيناوب مرة واحدة بالأسبوع، كأنك عم تجور عليه. اليوم مو مناوب هو. شو هالحكي؟ هو اتصل فيها وهيك قال له؟ مرحبا فؤاد، اليوم مو مناوب هدى؟ ليش مناوب انت؟ قال أنا عم جور عليك، رح خلي حنان تقول للميس إنك اليوم تبادلت المناوبة مع هدى. يلا ماشي. يعني ليش هو ما قال لها؟ لأنه مو جاي على باله يطلع على البيت، وحاب يضل بالمستشفى. شو بعرفني؟ والله ما فهمت شي. ولا أنا، المهم قال لها إنه هو تبادل المناوبة مع هدى. ماشي. ايه لميس؟ ايوه مساء الخير، انا اماني. مساء النور، عرفتك من صوتك. انا اسفة تأخرت. لا بس ان شاء الله خير. ما في شيء، قررت فضي البراد وضب البيت، قلت لحالي يمكن ما أقدر أعمل شي بعد العملية مباشرة. هيك بسيطة. حضرتك بالمشفى هلاق؟ ايه اليوم ناوبتي. بقدر إجي؟ ولا بأجلها للصبح؟ لا لا تعي فورا أحسن لك بترتاحي. ماشي، أنا بدي شي 10 دقائق. طيب أنا بانتظارك، ما تتأخري. ماشي. Thank you.
بشر جنبك؟ لا قاعد بمكتبه. حكى معك شي مبارح؟ حكى بس ما رديت، مو جاهزة لحاكي. بارح بالليل رجع وضعه ما كان تمام، يمكن شافه لسامي. حسيت لهيك ما رديت. يعني انتي امتى ناوي تحكي معه بقى؟ ما تخافي ما رح طول. يلا باي. طيب يلا باي. أهلين. مين عم بحكي؟ والله حكيت معي لميس وحكيت معي أمل كمان. ماما شو مشان بابا؟ قوم احكي مو. قومي معي الله يخليكي. شرفي. بابا شو مشان سامر؟ مين سامر؟ شو نسيت؟ لا ما نسيت. هذا الشاعر، هذا الشخص اللي بحبه. ايه وبيشتغل شاعر، يعني هو اكيد رح يلاقي شغل. ما قلتي لنا صار عمره 30 سنه وقاعد بلا شغل؟ ايه بابا بس انت بتعرف انه الواحد كثير صعب يلاقي شغل بلدنا. بابا انا بعرف انه الواحد لازم يشتغل ويدور بنفس الوقت على شغل تاني يعجبه. عم يضل قاعد هيك 30 سنة هو عم يدور على الشغل يناسب مزاجه الشاعري، بيكون هذا عديم الإحساس بالمسؤولية. انت ليش هيك عم تحكي؟ شوفه بالأول بعدين قرر، بركي عجبه. ما عجبني وما بدي شوفه. بابا من شاني طيب؟ شو من شانك بابا؟ شو قصدك يعني بده يعجبني مثلا شكله الحلو؟ لا ثقافته. شو بيعملوا فيها هاي الثقافة؟ بيعدوا فيها بالأهاوي؟ بيتمع لكوا وبيعلكوا؟ بيحرروا فلسطين؟ بيطلعوا الأمل كامل العراق؟ ما بيعني لك شيء إنه أنا بحبه؟ بلا بيعني لي والله، بيعني لي مشكلة ومصيبة كمان إذا بدك. شو بنا بشر؟ أنا بحياتي ما شفتك هيك. انت اللي بقى تقوي براسها ايه؟ بيكون احسن. تكرم عينك. ما انت متجوز. ولو كنت متجوز. بدي احكي معك بشغلة. احكي. لا لحال. انت صار لك عايش مع لميس 20 سنة، وين بدك تروح فيهم هدول؟ انت شو بكي؟ مو عاجبتيني. شو بك؟ لا ما بلا شيء، بس والله مو خبري.